وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني يرأس حفل تقديم معدات للرعاة المتواجدين في المدخل الشرقي لعاصمة اليمن. المشاركون في أعمال الورشة الإقليمية من المقام الأول إلى عاملين في المالية للدول الأعضاء في مجموعة استماد يختتمون أعمال ورشتهم. ووفد من المملكة المغربية بقيادة الأمين العام لمؤسسة محمد السادس يصل إلى العاصمة اليمنية بهدف تقديم وجبة العزاء لأسرة الفقيد حسين حسن البكر. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التشادي نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. استقبل يوم أمس رئيس الجمهورية إدريس بيت نو بمطار حسن جاموس الدولي استقبل وزير الدفاع السوداني الذي حمل رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى نظيره التشادي إدريس بيت نو. تقرير عائشة خليل بلال. تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين تشاد والسودان وتعميقها في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية وتفعيل الدفاع المشترك من خلال القوات المشتركة السودانية التشادية العاملة في المناطق الحدودية هو القرض من المقابلة التي جمع الصباح اليوم. فقام رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمطار حسن جاموس الدولي مع وزير الدفاع السوداني الجنرال عوض محمد أحمد ابن عوف حاملا معه رسالة خطية من الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، رسالة حملت في طياتها عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين أبرزها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أنجمين والخرطوم. المقابلة كانت بحضور معالي رئيس الوزراء باهيمي باتاكي ألبير ووزير الدفاع التشادي الجنرال بشار عيسى جاد الله ومدير المكتب العسكري لرئيس الجمهورية الجنرال محمد روزي. اللقاء استمر قرابة الساعة، سمحت للوزير بأن يعرض لفخامته المواضيع التي تهم الشعبين الشقيقين والتعاون الأمني والعسكري بين تشاد والسودان خاصة على الحدود. وننوه بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لهما رؤية تتقاسم نفس الأهداف وهي الحفاظ على أمن وسلامة الشعبين من جميع المخاطر والأزمات التي تتعرض إليها بعض الدول والسعي إلى توفير كل المستلزمات اللازمة التي تحتاجها القوات السودانية التشادية المشتركة لحماية الحدود والتي تعمل أيضا من أجل حماية المواطنين على الشريط الحدودي. وزير الدفاع السوداني عقب خروجه من المقابلة تحدث عن فحوى الرسالة. أنا جيت مبعوث من السيد الرئيس بحمل رسالة لفخامة الرئيس إدريس دبي وفي إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين وبرضو في علاقة التنسيق على نحن عندنا مؤتمر الحدود برضو بين القوات المشتركة إن شاء الله في الجنينة يوم 14 شهر 2 برضو نحن دارين نقلنا إنه نحن جاهزين للحكاية دي وبرضو تناولنا بعض يعني ما هو في المنطقة يعني برضو تناولناه. ومن الجدير بالذكر أن تشاد والسودان لهما روابط مشتركة في العديد من القطاعات التنموية وخاصة مسألة الأمن الشامل على المناطق الحدودية التي تربط بين البلدين. الزيارة التي قام بها يوم أمس وزير الدفاع السوداني عوض محمد إلى البلاد ولقائه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو تؤكد مدى قوة ومكانة العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين. محمد حسن عبد الرسول. إن القوات المشتركة التشادية السودانية التي أكد وزير الدفاع السوداني أبو العوف خلال لقائه مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يوم أمس وتسليمه رسالة خطية من شقيقه الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير إن هذه القوات التي ستحتفل في 14 من فبراير القادم بإحدى مناسباتها السنوية تعتبر رمزا ناصعا ومثالا ونموذجا عالميا ساطعا في مجال تحقيق وبسط الأمن والسلام والاستقرار والتعاون الدولي الناجح بين الشعوب والأمم. والكل يعرف مدى الإشادات التي حظيت وما تزال تحظى بها هذه القوات في مختلف أنحاء المعمورة بل وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. إن تكوين وإنشاء هذه القوة المشتركة السودانية التشادية جاء برغبة صادقة وعزيمة أكيدة وإخلاص حقيقي وشجاعة لا تعرف التقهقر من الزعيمين إدريس ديبي إتنو وشقيقه عمر حسن أحمد البشير.
وذلك بهدف وضع اللبنة النهائية للتكامل الحقيقي والثقة والاحترام المتبادلين والرؤى الموحدة للتوجه صوب البناء والتنمية والتعمير في مجالات مختلفة. وقد تحقق لهما ولشعبيهما ما كان يصبان إليه، حيث وبفضل هذه التطورات فقد تمكن إقليم دارفور من تخطي تداعيات الحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، حيث أصبح ينعم بالأمن والاستقرار وكذا الأقاليم المتاخمة له من الجانب البلاد. وخير دليل على ذلك بدأت العودة الطوعية للاجئين والنازحين والذين عادوا إلى قراهم التي هجروها طيلة السنوات الماضية، كما وأن النشاط التجاري والحركة التنقل الأفراد وممتلكاتهم بين البلدين أضحب من الأمور العادية، حيث يمكنك تناول الإفطار في أنجمينا والعشاء في الجنينة. أكدت الورشة على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال الاقتصاد والتجارة وتسهيل تجارة الترانزيت. أوصى المشاركون في الورشة بالإسراع في إكمال مشروعات البنية التحتية للربط بين البلدين، خاصة إنشاء خط لسكة حديد نيالة بشي كمرحلة أولى وأبشي إنجمينا كمرحلة ثانية. أيضا فإن النتائج الإيجابية الأخرى لهذه القوات هي منطقة التبادل التجاري الحر بين البلدين في المنطقة الواقعة بين مدينتي أدري والجنينة، إضافة إلى الخدمات المتعددة التي حظيت بها مناطق الشريط الحدودي من صحية وتعليمية وخدمية وغيرها. وهناك المنطقة الحرة التي تم تخصيصها للواردات تشاد وصادراتها في ميناء سواكن على البحر الأحمر، هذا فضلا عن التبادل التجاري على المستوى الذي بدأ وما زال يتواصل وبخطى ثابتة، والذي تم تتويجه بالمعرض التجاري الكبير الذي أقامته شركة جياد السودانية بالعاصمة نجمينة، والقائمة طويلة ولا يتسع المجال لحصرها. وإذا قيل بأن رب صورة خير من ألف كلمة، فإن هذه الصور لتبادل الزيارات بين مختلف المسؤولين في الدولتين وفي طليعتها المستويات العليا لزعيمي البلدين ديبي والبشير والوزراء وغيرهم، فهي الصورة التي لا يسعنا سوى تركها لكي تعبر عن ذاتها بنفسها. هذه الليلة الثانية، أشكركم على حسن الضيافة وكرم الضيافة، وهذه مجمينا مثل الخرطوم، والرئيس قال شعبي واحد في بلدين. وعليه فإن هذه القوات المشتركة الشادية السودانية تستحق من الشعبين تحية وتقدير واحترام وإجلال، والتحية الكبرى والمستحقة للقائدين إدريس ديبي إتنو وشقيقه المشير عمر حسن أحمد البشير على هذه الخطوة غير المسبوقة، والتي لا نقول بأنها ستسجل، وإنما نقول بأنها سجلت بأحرف من ذهب في تاريخ العلاقات الأزلية بين البلدين والشعبين. وهنيئا لكل تشادي وتشادية وسوداني وسودانية على هذه الهبة الإلهية التي ظلت تتقدم وتتطور يوما بعد يوم. وحقا فإن شعب التشادي والسوداني عبارة عن شعب واحد في دولتين. رأس وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني محمد النظيف يوسف حفل تقديم معداته للرعاة المتواجدين في المدخل الشرقي لعاصمة نجمينة. كان ذلك بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو محمد منصور وعدد من العاملين بالوزارة. الحسين النور يوسف والمزيد من التفاصيل. شهدت ضواحي العاصمة إنجمينة في الآونة الأخيرة ظاهرة تدفق العديد من أصحاب المواشي، خاصة أصحاب الإبل الرعاء الذين يقومون بنشاط بيع الألبان في الأسواق وكذا الأماكن الأخرى، ولكن طريقة حفظ الألبان في موانيهم البدائية غير صحية حسب فني وزارة الثروة الحيوانية، لذا جاءت بادرة تقديم لهم معدات لحفظ ونقل الألبان من قبل وزارة الثروة الحيوانية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO حتى يتلقاها المستهلك بصورة أفضل. ممثل FAO بالبلاد محمود منصور أثناء مداخلته أكد بأن هذا المشروع يفيد الرعاة في تحسين وضعهم الاقتصادي إذا استغلوه بطريقة مثلى. من ناحيته وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني أكد بأن هذا المشروع سيشمل جميع الأماكن التي يتواجد فيها الرعاة بضواحي العاصمة. يتوزع هذا المشروع على المداخل الرئيسية للعاصمة، وهي المحور الشمالي بمدخل الأماجي، والمحور الجنوبي باتجاه تكرة ومندليا، والمحور الشرقي باتجاه
منجفة واللينة وأدوية ومعدات صغيرة أخرى. عليكم الحفاظ على هذه المعدات واستعمالها بطريقة صحيحة للحفاظ على نقل الألبان للمستهلك بصورة صحيحة وسليمة. المستفيدين من الرعاة عبر ممثلهم شكروا وزارة الثروة الحيوانية وشركائها على هذا الدعم. ومن المؤكد بأن مثل هذه المشاريع الملموسة التي تنفذ لصالح الرعاة سيستفيدون منها بشكل أو آخر في تحسين إنتاجهم.